يلا خلينا نشوف المقادير لوصفتنا لليوم. بدنا ملفوف مسلوق، الحشوة بدنا 2 كوب أرز، حبة قصيرة منقوع، 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم، ربع كوب بقدونس مفروم، ربع كوب لوز محمص، زبيب اختياري، بدنا 1 بصل مفروم ناعم، بدنا زيت زيتون أو زيت نباتي، بدنا ماء مغلي أو مرق، بدنا هيل، ملح، فلفل، بهار مشكل، سائل الطبخ، بدنا زيت نباتي أو زيت زيتون، بدنا معجون طماطم، ملح، ماء مغلي أو مرق دجاج أو لحمة أو خضار زي ما بدك. أنت إيش بتحبي؟ إحنا جاهزين، رح نعمل بدك إياه. يب تمام كاتي، احنا رح نصبح معاكي ونطلب الارقام. اوكي بدنا شير. لو سمحتوا اعزائي واخواني بالجاليري ارقام الهواتف، انت كرمتم. وايضا منصبح على انشراح الحباشنه، حبيبه قلبي شكرا جزيلا، بتصبح عليك شيف، وايضا محمد القادري، وايضا ام علي العمرو بتصبح علينا، احمد الخوالدي، محمد القادري، وايضا شمس النهار، ام علي العمرو، وايضا محمود المعاني بصبح علينا وبيحكي لنا صباح الخير، وايضا اشرف ابو زيد بصبح علينا وبيحكي لنا صباح الخير، وداد كتشات بتصبح علينا، وايضا ريماس عوده وريان عوده بصبح عليهم بحكي لهم صباح الخير، وايضا ماجد ابو فهد الداده بصبح علينا وبيحكي لنا صباح الخير، فاطمه الرفايعه صباح الفل، وام عمار خوله، وامل السويس نفاع بنحكي لها صباح الخير من متابعاتنا الوفيات، ام احمد بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، وحنان لطفي، مريم ابو عنزه، وانشراح كمان مره حبيبتي، وفاطمه ابو عزام، وام عبد العزيز الحجايه بتحكي لنا صباح الخير شيف، والله بتجنن وطبخاتك زاكيه، وايضا عم بيطلعوا صاروا بسرعه، الكل عم بيقرا او بيكتب التعليقات، ليلى السيد، ومؤمن مرعي، لعجار ما بتصبح علينا، بسمة وهنية صوافين، أمل الجلاد صباح الورد والفل، أيضا أم أحمد بتحكينا صباح الخير، زهرة الليمون، وعبود الشامي بصبح علينا من سوريا، فتحية لكل حبايبنا بسوريا، محمد القادري شكرا جزيلا، وشيخة المزيين بتصبح علينا، والورد البيضاء. يلا هلا حطينا زيت نباتي، يمكن استبداله بزيت الزيتون، ممكن تخلطي كمان الاثنين بصير. بعدين رح ننزل بصل مفروم ناعم بده يكون للحشوة. هلا هذا عشان احنا نضل اصحابه ما نزعل من بعض، لا يموت بصلة للملفوف اللي احنا بنعمله في مطبخنا الاردني، التوم، عصير الليمون، الماء المغلي، الرز، الحبة القصيرة المنقوع، اللحم المفرومة، يعني بنطبخه على مي، في ناس بحطوا معاه توم، في ناس بحطوا عصير ليمون، هذا شيء مختلف وهذا شيء مختلف تماما يعني. عشان ما نزعل من بعض رح ننزل الملح المفروم، البصل المفروم رح ننزل رشة ملح عشان ينزل السوائل اللي فيه على طول. تمام، ورح نخليه يدبل شوي. بعدين هلا هاي الحشوة أنا حاطة بالمقادير إنه الزبيب اختياري، في كتير ناس من مصر الحبيبة بحطوا فيه زبيب، فيه بس أنا ما رح أحط صراحة، يعني مراعاة الأذواق، بس كطريقة طيب. أوكي. يعني أنا ما بحط بس هو طيب يعني بهاي الطريقة. تمام. فهلأ كتير ناس رح تستغرب إنه في معجون طماطم أو عصير بندورة بالموضوع، هو هيك بنعمل بس كتير طيب يعني لو جربوا. يعني كمان بحط عليه بندورة، رب بندورة أو رح نحطه يعني نحط. إحنا كمان من ألتونسا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. الحلو بالموضوع إنه هذا معجون الطماطم ما بيعطيني لسعة الحموضة تاعت المواد الحافظة. أوكي. لأنه لا يوجد مواد حافظة أبداً، بالإضافة إنه تركيزه عالي، يعني معلقة كبيرة بتغنيني عن 3 معالق من النوع الثاني. بعدين طريقة فتحه لطيفة للفتقان. رح أورجيكم أمامكم، شايفين فيها شو أنواع تانية بتصير كله بينزل، لأنه نسبة تركيز الطماطم فيه بتكون كتير خفيفة، عشان هيك بتحرك مش لأنه سيء. وبعدين بحاجة يعني هلأ معلقة من هون تساوي معلقتين، خلينا بنحكي من أي موضوع تاني. هلأ بتشوفوا أمامكم قلينا هون البصل، أنا بس بدي أقليه، يعني أنا بدي أوصل لدرجة اللي هي نص طبخة. تمام. بعدين رح أنزل اللي هو الرز، بسم الله الرحمن الرحيم، رز حبة قصيرة هيك منقوع طبعا ومصفى، وبعدين رح اروح اقليه مع البصل. هلا هم هون كاتب يطبخوه نص طبخه. أوكي. الرز يعني خلينا نحكي 50% بجهزوها. بعدين رح ننزل معجون الطماطم، ها بس هيك. تمام، شايفه قديش نسبه تركيزه كثير عاليه،
بعدين رح انزل معه المكسرات. خلي هاي الديكور. بقدونس طبعا اخر اشي، وبعدين رح ننزل عليها البهارات. شوفوا معي قديش نسبه التركيز. طيب خولة يا. بتحكي لك بدي طريقه الشنكليش. شنكليش على طول رح طيب. ننزل البهارات، ملح، فلفل، هاي البهار مشكل، ونروح للنور. يلا، في معنا اتصال نور من نابلس. صباح الخير نور. صباح النور، كيفك؟ تمام، انت كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله. انت كيفكم؟ شو اخباركم؟ والله نحن تمام. المهم اذا انتم بخير احنا بخير حبيبتي. طبعا احنا بخير حبيبتي، ان شاء الله دائما الصوت احنا بخير حبيبه قلبي. تفضل، هي الشيف علا معك. الو، صباح الورد، كيفك شيف؟ هلا حبيبه قلبي، احنا شو اخبارك؟ الحمد لله، اهلا، منوره وجودكم يا قمر حبيبتي. يسلموا ايديك على طبخاتك، كثير زاكيه حبيبتي، ان شاء الله تكون عند حسن ظن الجميع. طبعاً أكيد. شيف، بس بدي أطلب منك طلب. أمر، تفضلي. ما يؤمر عليك ظالم. حبيبتي بدنا نعمل، تقدر تعملي لنا طريقة البطاطا الويدجز؟ البطاطا الويدجز، أوه، مية طلب زي هالطلب، تدللي حبيبتي. حبيبتي أمرك، حاضرين حاضرين. شكراً. هلا ستي. أشرف الخزاعلي بصبح علينا وبيحكي لنا صباح الخير. صباح الخير يا أشرف. طيب، انت شايفه هلا انا حطيت معجون الطماطم، ملح، فلفل، بهار مشكل وهيل. تمام، هلا هون رح ننزل عليها الماء المغلي. يمكن استبدالها بمرق دجاج، مرق لحم، بودره مرق دجاج، بصير، بس انا رح احتفظ بالموضوع الاساسي. طيب، بس فقط قد بقد واقل شوي كمان. تمام، حركوا مع بعض زي الريزوتو. يا بالضبط، حركهم هيك، وبعدين اخر شيء اخر شيء بس يتسبك معي الرز والبهارات والامور اللي انا حطيتها. اخر شيء بروح بحط البقدونس. طيب، يا في معنا اتصال من اربد، من عروس الشمال. صباح الخير هبه. الو، صباح النور، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حضرتك؟ والله انا منيحه، بدال انت منيحه. كيف الجو بالشمال؟ هلا بكون حلو كتير كتير. كتير حلو الجو، شمس اليوم. حبيبتي تفضل، هاي الشيف علا معك. ألو، صباح الخير. كيفك شيف علا؟ هلا حبيبة قلبي، أهلا وسهلا. أنا اسمي هبة من مصر وعايشة في الأردن. هبة من مصر وعايشة بالأردن. أهلا وسهلا فيك. من وين؟ من مصر وعايشة بالأردن. حياكي الله، إزيك؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ كويسة. شو رأيك بطبخة اليوم؟ ذكرتك بالأحباب صح؟ ايوه كثير. قولي لي، في شيء جديد بتحطيه؟ اكيد كمون وكزبره صح؟ وبحطوا بندوره، مربى البندوره، مثل ما انت بتعمل اياها. نعم، اكيد اكيد. تحياتنا لك ولكل اهالي مصر، الشعب الطيب. كثير بتحبك كثير حبيبه قلبي، يسعدك، انتوا البركه. احنا بنتشرف نقدم طبعا اطباق من مختلف البلدان، هذا شرف لي. الله يسعدك حبيبه قلبي، اهلا وسهلا فيك يا قمر، بحياتي لك ولعائلتك الكريمه. اهلا وسهلا. تمام، انا هون حطيت البقدونس، خلص رح اشيل عن النار. حطيت البقدونس، ما بدي اياه يسود. بعدين بنروح للملفوف. هلا احنا راس الملفوف، انا راحت عن بالي هاي الشغله، لازم جبتها وسلقتها امامكم. فرصه كتير منيحه انه نحكي عن سلق الملفوف، اللي هو يعني قولي لست قومي اعملي لي منسف بتكيف، قولي لها قومي لفي ملفوف. قوم عليها. يلا. كيفك انت بالملفوف كاتي؟ يعني انا بحب اكله يعني، مش بس ما بحب اعمله. لا هيك كتير على فكرة زودتها، لأنه هذا كله موضوع الجميع. يلا. الحشوة لازم تكون يعني فاترة نوعا ما. أوكي. تمام، فهلأ هون بتخليها بتتسبك، وحطيت فيها أنا بس لوز محمص حبيتي. كسيدة منزل اللي هي تجيب تحطي الله على كاتي هيك، لما تكون مثل المايسترو تغني في داخل المطبخ. حبيبتي ما في مايسترو بعدك حبيبة قلبي. حبيبتي جبنا راس الملفوف وحطيناه. تمام، هون بيكون القرمية، بتروحي بتجيبي واحد اثنين، تعملي كروس، بتخلي الزوايا تضرب ببعض زي هيك، وبتروحي بتجيبي طنجرة كتير كبيرة على قد حجم راس الملفوف. أوكي. وبتنزلي الراس زي ما هو كامل كامل كامل، وبعدين بتثبتي بشوكة، هاي الشوكة. تمام، هيك بتثبتيها على القرمية تاعت راس الملفوف، وبعدين كل ما إشي براس السكينة بتعملي زي هيك، كل ما تحسي إنه انسلق وبتطليهم. لهيك أنا طالع معاي وراء كاملة مش مقصقصة كمان. أوكي. مرة
حطينا القرمية هيك ثبتناها بالشوكة، بعدين واحد اثنين زي هيك بعمل كلياته كروس، صار عندي الورق من داخل القرمية مفكفك. حلو. كل ما بتنسلق منيح رح تفك عن راس الملفوف نفسه. أوكي. اتفقنا؟ إذا هاي هي طريقة السلق الأفضل. في اللي بحطوه بالفريزر، أنا مش مع. ليش بحطوه بالفريزر؟ زي ما هي. آه. الستات بتقطعها أربع وبتحفظها بكيس وبتحطها بالفريزر. هلأ لما بتتجمد بصير اللي هو عليها تلج، لما بدوب التلج بسحب معاه السوائل تاعت ورقة الملفوف. أوكي. فبتحس الورقة صارت زي المسلوقة. أوكي. بس طعمه بالطبخ يختلف. أوكي. يعني بحس أن السوائل غير طبعاً. هلأ أكيد إحنا العروق رح نخليها لفوق، تمام؟ بعدين رح نقصها بس من الجهة الخميلة عشان أقدر أتحكم بالورقة. أوكي. زي هيك. حلو. أوكي. وبنلفه على نفسها، مش زي ما إحنا بنعمل، في ناس بيعملوه هيك كتير رفيع، في ناس بيسووه كتير صغير. هلأ بهاي الطريقة اللي هي بدها تفوت على الفرن. بعد ما أنا شلت اللي هو العرق من هون بجيب زي هيك وبطبقهم على بعض. أوكي. تمام. وعلى حجم الورقة نفسها بنشتغل، إذا كانت كبيرة بتشتغلي كمية الرز اللي بدها تنحط، كمية وفيرة جدا. في إحدى مطاعم المملكة بعمان، جبل عمان تحديداً، في مطعم تركي بيقدمه زي أبيتايزر جنب الأكل التركي، وبيحطوا بدل معجون الطماطم دبس الفليفلة حر، وبيقدم لك ثلاث قطع من الملفوف، حبته كتير منيحة، يعني منيحة خميلة. نعم. وبيقدم لك إياها جنب لبن معاه توم ونعنع وشوية لبن مي باردة. يا سلام. فبقدم لك اياها زي ابيتايزر، الثلاث حبات سلامة خيركم 3 دنانير ونص مع الضريبة. فيعني لا بتعمليها هون بوصف من علا نيروح كلها بجوز بتاخذ 3 دنانير. بلف عليها، الورقة مسلوقة، الرز عندي نص استوى، إذا رح يكمل معي بالفرن بطريقة سليمة ورح نطلع الترم. شايفين هيك هو حجمها، مش زي الملفوف اللي احنا بنعمله ومتعودين عليه. تمام. بنروح بنصفته بصينيه زي اللي مع كاتي هيك بهذا الشكل. هدول انا لفيت وبنلزهم على بعض، ما بخليهم بعاد عن بعض لانه بفرفط. تمام. أوكي. رح ألزهم على بعض، اصلا هو مسلوق والرز شبه نص استوى، اذا احنا اخذنا الحجم المناسب. صح. لورقه الملفوف. اوكي. يلا يا عمر. انشراح الحباش لك مره بتسلم علينا. ام غيث الطراونه بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. رنا بتصبح علينا. عطر الياسمين. ام مؤمن. حمزة الشخاتري، 10 كيلو بدينار بجوز قصده الملفوف. هيك سعره؟ هلا بدي اجيب طنجرة. طيب. صغيرة. ام لجين بتصبح علينا. حنان لطفي كمان مرة. ايات الشواورة. وسوزان نصر، يعني سوزان بتصبح علينا من رام الله، دائما والله من متابعاتنا الوفيات. يسعد. يعني بتحكي لا والله هيني قرأت لك اياهم، حقك علي. مروة كمان لورا، زميل ماجد هيك منيح. طيب عشان الصينية. طيب هلا الصينية أهم مني هلا هون. حمزة الشخاترة صباح الخير. أثيل المناصير بتصبح علينا. أم يامن العمري بتحكي لنا صباح الخير. سيلينا بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. نعم. آيات بتحكي لنا صباح الخير شفع، متألقة دائما وطبخاتك رائعة دائما وأبدا. عطاف غيث بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. حبيبتي شكرا عطاف حبيبتي. أم لؤي الزيود ودادك طيشة حبيبتي شكرا جزيلا. أم راشد الرجدان وفاتن بتصبح علينا من الحصن. يا سلام، هلا بالشمال يعني الأجواء علام، بارح الجو خرافي. فكيف بيكون بالشمال؟ يعني شوفي هو شكل. كاتب صراحة كل جو له حلاوة حتى في المحافظات. إشي بجنن والله، إشي بجنن مبارح. طب في معنى اتصال من مين يا ماجد؟ عبير صباح الخير. أنا صباح الخير. كيف حالك؟ الله يسعدك الحمد لله. مشتاق لك، شو اخبارك انت؟ والله تشتاق لك العافيه. تمام. دحلين احنا حلاوه. عفوا قال حلاوه حبيبتي. حلاوتك انت حبيبتي. الله يسعدك. يسعد عمرك. تفضلي. هاي الشفع على نيروخ معك. هلا صباح الخير. هلا صباح الورد. كيف حالك؟ هلا ست الكل نورتينا. اهلا وسهلا. الله يسعدك. شو اخبارك؟ هلا حبيبتي احنا وانت بخير. والله انت راح تدمرينا بطبخاتك. راح تجننينا بالطبخات. انتوا البركه يا عمر. رشيد بمادبه قاعدين نحضرك، قلت خلينا نرن بلكي يضبط معايا الصوت احكي معك. طيب ها شفتي كيف؟ هذا من حسن حظنا والله. الله يسعدك. اهلا وسهلا فيك ستي. بحب اطبع على تيتا وسيدا. نعم. وماما. نعم. صباحك وصباحهم عسل، ان شاء الله يكونوا عم يسمعوكي. اهلا حبيبتي. وسهلا. ام يوسف ابو جراد بتحكي لك هالاكله، اكله الملفوف اسكى اكله بالشتاء. يزيد خشان. أم يوسف مقطش بتصبح علينا. شوفي لنا كاتي إذا حدا عم يعملها في بيته، إذا بيعملوها بهالطريقة ابعتولنا. إذا بتعملوها في بيتكم هيك. شريفة غيث بتصبح علينا وبتحكي لنا
حبيبتي شكرا جزيلا. مستحكي لك هي مستغربة كثير الورقة كبيرة تبعت نعم المنفوق. هو هيك يا عمر وبتقدم بالصينية زي ما هو، كل واحد بيحمل الورقة ورقتين وزيادة يعني بيكون الوضع. وحكيت لكم في مطعم بعمان، مطعم تركي دخل عليه لمسة تركية، بهار تركي عثماني خشن ودبس فليفلة وبلفه وبحطوا لك ثلاث قطع ومعهم صحن صغير دب هيك للتغميس، لبن يعني كثير طيب وما شاء الله ماشي. ندى من العقبة حبيبتي وأنا كمان بحبك، شكرا جزيلا. محمد المعاني، محمود المعاني بحكي ولادي راشد المعاني ونتالي المعاني بصبحوا علينا وإحنا منصبح يعني عليهم راشد ونتالي. أسماءهم يا رب. الفلة البيضاء يا ريت تعمل الأرض شوكي، نفسي فيها زاكي على فكرة. والله هي بنت حلال لأني مبارح دخت وأنا بدور ما لقيت صراحة. ومعلب ما بنفع لا مش زاكي مش طيب، ممكن نجيب فروزن وممكن نجيب فريش بس لما أوصل كارفور سيتي مول أوكي. الهول سيل حلاقي فيه فبجيب. طيب. حاضر. حنان لطفي حبيبة قلبي، غدير بتصبح علينا، أسامة بده أكلات صحية بدون رز ودجاج ولحمة، هي ملكاش غير خبزة قمح وكل شيء مع الصحة منيح وما تروح للنشويات، بس يعني لازم والله جسمك بحاجة، حرام أنا ضد هذا الأمر. محمد الطيب بصبح علينا بحكي لك سلم إيديك شيف علا. يوسف الخلايلة من المفرق بصبح علينا. أم فايز بتحكي لنا صباح الخير ما شاء الله عليك، أعطوا الخبز لخبازه يا علا. نادية إحنا ما بنحب الملفوف، إذا تجرب هاي الطريقة جربيها، دايما جربوا أنا بحب أجرب بشكل أو بآخر طبعا. ومحمد القادري، سهيلة، رشيد صيام، أم قيس بركات، هيا الرحلي أظني بدها مكان بيبيعوا فيه البهارات التركية علا، بعدين بتحكي لها طبعا. بسوق خلدة. خلاص أكثر من هيك بتقدرش تحكي لها. بقدرش. بقدرش أنا ممكن نطلع رحلة اليوم. مع بعدينا. أم غيث الطراونة بتحكي لنا أنا ما عمري عملت الملفوف بالصينية بس تجربها، جربيها يا أم غيث وقولي لنا. خصوصا اللي هيك بتتغلب من قصه وتقطيعه وسلقه وكيف إنها تجزئ ورق الملفوف صراحة، يعني هاي الطريقة هيها على حجمها عم نشتغل وبهذا الشكل وما في إشي عيب صراحة، هاي ثقافات طبعاً. المطبخ ثقافة وفن فلازم الواحد يكون صدره رحب وواسع لاستقبال ثقافة الشعوب، وبالنهاية كل واحد بياكل عزوقه يعني طبعاً. أكيد. أم علي الفالح شكرا جزيلا عزيزتي، شكرا من كل قلبي، وعلى ريروخ بتحكي لك فنانة يا علا، شكرا أم علي الفالح جد. أم زينة شكرا، سامر الهنداوي، نادر الحاج إبراهيم، فاطمة البلاونة، ومعنا اتصال من عمان. ألو صباح الخير أم يوسف. صباح الخير. صباح الورد، كيفك؟ تمام أنت كيف حالك؟ الله يسعدك يا رب حبيبتي، تفضل هي الشفع علا نيروح معك. صباح الورد. الله يسعد صباحها شفع علا. هلا هلا ست الكل، اهلا وسهلا نورتي. الله يسعدك. هلا حبيبتي. اشترك على الطبخات الحلوه والزاكيه. عجبتك طبختنا لليوم؟ والله ما شاء الله عنك حبيبه قلبي، انت البركه. اهلا وسهلا فيك ستي. الله يسعدك، بس بدنا منك تعملي لنا كيك خليل اذا ما عملتي على التلفزيون. شو هو؟ ايش هو؟ كيك خليل بيبيعوه بالشوارع يعني. الكيكس خليل بسموه. ايش هذا اسمه؟ الكيكس بنباع على العربيات. تحياتي لك ستي. هاي يمه الله يعطيك الصحه وطوله العمر. هذا الكيكس ايش هو؟ بنباع على العربيات. خليل اسمه. اوكي. بيكون ملون وعلى وجهه جوز هند. بيحكوا له كيكس. ذكرتيني بايام الذي مضى. هو يعني انا مش ختياره بس بحكي الايام الذي مضى، حسستني مواليد الاربعينات. بس حاضر امرك. اوكي. هو ايش بيجي طيب؟ طبقات كيك وخلطه بس رح نعمله ان شاء الله. في ملون اعرف شو هو، يكون ملون. ام كمال القواسم بتصبح علينا، علي الدغيمات، محمد عياد بحكي ضيف القرفه، لازم تحط عليه قرفه. حطيتي؟ لا ما بنحط، القرفه بتغمق وبتغير طعم الرز، بس هم عشان التنويه واحتراما لأصالة الطبق بيحطوا كزبرة ناشفة وكمون ناشف مع الحشوة. أوكي. وبدل البقدونس بيحطوا كزبرة وشبت. تمام. ريما سعودي حبيبتي شكرا لك ولريان يعني دائما داعميننا. مي عصفور بتحكي لك بصير نحط الحشوة فيها لحمة؟ هي بتحب بصير، بس هي أصولها هنا. أوكي. ما بحط. مريم الدباس حبيبة قلبي شكرا جزيلا، وقاسم التعمري، وأيضا وردة عيد، أم زينة، وورد عيد تحكي لك لازم كتاب شف علا، طلع كتاب للطبخ. أنا بكتب لك. الله كريم. طيب خلينا نأخذ اتصال. يلا ألو صباح الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
الله الحمد لله. كيفك يا كاتي؟ في اخبارك؟ انا منيح. هلال انت منيح؟ هيك صوتك ايوه هيك طاقه. يوم اللي حكوا معنا هيك يا زعلانين يا نعسانين. كيفك شو فعلا؟ شو اخبارك حبيبه قلبي؟ اهلا وسهلا الحمد لله. الشاعره ميرفت بني احمد. عفوا، انا الشاعره ميرفت بني احمد. اهلا وسهلا وسهلا فيك يا شاعرتنا. مرحبا. شو محضره اليوم؟ محضر لك بيتين شعر حلوات. يلا قولي. يلا بسم الله. بسم الله. الشوف فعلا نيروخ صباحك مثل العسل والسكر، والورد الجوري في طريقك يتمخسر، واسمك فواح بالمسك والعنبر، وكل ما نطق لساني بقولة أحبك أكثر وأكثر. الله 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 الله. حبيبة قلبي عاش لسانك حبيبتي، صح لسانك يا أمر. شفعولة بدي رقمك. عطوها الرقم وأنا بدي رقمها كمان، بدي أستضيفها هون تتغنى شوي بهالصبايا. اهلا وسهلا فيك يا قمر. يلا كاتي، راح عنك المره الماضيه ايش حكت لك؟ مش بيتين شعر، يعني نص قصيده. طيب بكل الزملاء وانت منهم. والله فانا بصراحه بعرفش اقصص ولا كان قصص. خلص احكي لي باي حلقه برا بحضرها. خلص حكت كاتي وشهد وهبه ولانا، يعني رهيب. ابدا ما قلنا غنى عنكم. اكيد يا طبعا حبيبتي. طيب هلا احنا السائل تبع الطبخ اللي بدي اطبخ فيه زيت نباتي او زيت زيتون. انا راح احط الاثنين، هم بحطوا زيت زيتون بس انا بحسه حد كتير فبكسره بزيت نباتي. حطيت معجون طماطم التونسا، حطيت معلقه كبيره بالاضافه للي هي بدنا نقليهم شوي مع بعض بهذا الشكل. وبعد ما اقليهم بحط عليهم اللي هي رشه الملح. طبعا الملفوف بده ملح، ممكن تحطي بودره مرق دجاج بصير. وشايفه انا قديش بحط ملح لانه معجون الطماطم مش مالح ابدا. اوكي. واخر شيء لما يدوبوا شوي مع بعض ويتسبكوا راح انزل عليهم ماء مغلي. طبعا كواكب بتحكي برنامج مميز، شكرا لك يا كواكب حبيبتي، شكرا جزيلا. ام محمد صبح علينا. الشويش نجار بيحكي صباحكم اردني مطرز بالفخر. الله يسعدك. احلى. رقية بتحكي صباحنا احلى مع التلفزيون الاردني. الله، التلفزيون يعني ما في غنى عنه، هو الاساس. حريه البحر بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. ام عمر الهواري. ام اسراء بتحكي لك يا علا انا بحب الملفوف واكلتي المفضله. يلا بالهنا والعافيه. مشاعر وبعثره بتحكي لك بدي اجي اكل. يا ريت. اهلا وسهلا. رقيه بتحكي لي اقراي تعليق. ارجعي عيدي يا رقيه يا حبيبتي بليز. ام غيث الطراون بتحكي انا من اربد تحديدا من قريه المخيبه، الجو من الاخر ربيع وخضار وشمس عن جد مريح للنفسيه، تفضلوا لعنا. والله ان شاء الله بنوصل الشمال والجنوب والوسط والشرق والغرب. طيب في معنا اتصال من ام علي من عين الباشا. الو صباح الخير ام علي. رب الحمد نور النبي يا رب. كيف حبيبتي؟ الله يسعدك طول عمرك. شو اخبارك؟ والله انا دائما ابني يحكي معكم محمد حسين من عين الباشا والحمد لله. بدي أوجه تحية من قبلكم لأكاديمية بنات الغد أنا أشتغل فيها. نعم. للكادر الكامل فيها وأستاذي خالد العدوان ومسؤولي أبو محمد السرحان. وإحنا من خلالك ونوجه تحية للجميع. شكرا لإلك. شكرا. تمام. شو بدك تسوي هلا؟ حطينا زيت زيتون وزيت نباتي ونزلت عليهم معجون الطماطم بالاضافه الى الماء المغلي ورشه الملح. تمام هيك؟ تمام. انا عم بروح بحطهم زي هيك بس تتسبك وهي رح تكمل في داخل الفرن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ام محمد سعيد تحكي بحبكم كثير واحنا بنحبك كثير كثير يا ام السعيد. ام هاشم الشوابكه وايضا ام وليد تحكي سلم دياتك يا شف علا. الله يسعدهم. ممكن تاكلي بالمعلقه، ممكن تاكلي مع رز بشعريه، ممكن مع رز ساده، ممكن مع خبز اللي بدك اياه، كل شيء مع الصحه منيح. بنروح زي هيك. اهم شيء انه كميه السائل تكون واصله، ما بدي تكون غامره تخبص معي، يعني بدها تكون واصله تقريبا مسكره اللي هي الملفوف لحتى يكمل استوى. وبفوت على فرن الرف الاوسط 350 اعلى درجه حراره، 250 270 زي ما بتحبي بتدخليهم. وطبعا تغطيه بورق تقصدير أو فويل ما يلامس المادة الغذائية، رح يصير في عملية غليان ويستوي معاي ويتسبك وبتقدم بهذا الشكل. تمام.
شوفوا عادة أنا ما بقرأ التعليقات يعني بقرأها إلي أنا فيها مثلا مديح وكلام جميل خلص بعتبرها إلي وبشكركم، ولكن بس اسمحوا لي أقرأ فرح إبراهيم خريسات بتحكي: كاتي قد ما بحبك قدمت صحافة وإعلام بالجامعة، إن شاء الله أصير مثلك، إن شاء الله بتكوني أحسن مني 100 مرة، حبيبتي موفقة. وقديش واحد ينبسط لما يكون جد هيك عنده إشي قدمه للناس والناس حبته. يلا رح نطلع فاصل كتير صغير، فاصل وراجعين لحتى نقدم طبقنا بالشكل النهائي. هلا رح نشوف مع كاتي كمان تجرب لنا وتدوق لنا الملفوف مستوي ولا مرزز الرز. هلا بنشوف. ها طبعا هون في صورة هلا بتشوفوها من رسم شابة أردنية مبدعة في مقتبل العمر، بترسم شخصيات سيليبريتي مثلا، شخصيات ملهمة بالنسبة إلها، حدا هي بتحبه، ممكن ترسم مثلا منظر جمالي موجود في أي محافظة من المحافظات. فشكرا جزيلا، أنا حطيتها يعني لحتى أشكرها والله بطريقتي وتزين طاولتنا اليوم، والحلو إنها لابقة مع الألوان. لا لا كتير حلو وطالع نفس علا يعني في مرة، بس يعني شوي هيك الوجه بده رياضة. شو مشكلة كل مكان يعني منيح وجه؟ لا والروتس طالعة فلازم شكله ناخدها على الصالون. لا روحي على الصالون، بس يعني عملت لك مكس بالألوان يا علا. شايفة يسلموا إيديها كتير، كل الدعم لكل الصبايا والشباب أكيد الله يوفقهم أجمعين. تمام إن شاء الله دائما وأبدا. بتحكي لك سميرة إشي زاكي ثلاث حبات ثلاث دنانير تطلع عليك حبة الملفوف بدينار. طب أنت مش رأس الملفوف كله بتجيبي أقل من هيك؟ طبعا. سيلينا قعوار اسأليها هذا السؤال لعلا على على البروفايل تبعها. ما هو السؤال؟ يعني سؤال عادي يعني مش ما بيفرق. لا أحسن عشان يلا طيب أعطي صحنك أحط لك تورجينا ولا هيها قسمتها؟ خلص هيها جاهزة. أوكي. طبعا أنا أعطيتها لون من باب اللي هو إنه صينية بالفرن، عرفتي؟ بس صراحة ما توقعت يستوي بهي السرعة ولا؟ لا لا والله ما بياخد وقت يا جماعة، إله ثلث ساعة، 9:30 ركبتها، شفت لما أجيت أركض؟ ركبت جد أنا يعني ما توقعت إنه يستوي بهي السرعة. لا لا ما بياخد وقت أبدا، وإشي تغيير نوعا ما وزاكي وصحي ملفوف، بس في ناس ما بيستوعبوه مع بندورة، يعني أنا بحترم هاي الأذواق أكيد. لا حلو التغيير، يعني مش دائما بيحكوا لك غيري، مثلا مش بحكي لك أطبخ أي إشي، هاي إشي. يلا إن شاء الله بالهنا على قلوبهم جميعا شكل. ها رح أقسمها وأورجيكم إياها، خلينا على الكاميرا لفيها. معلش اسمحوا لي رح أفرط لكم إياها لحتى تشوفي الرز أمامك مفلفل ولا مش مفلفل. هاي طب نبيلة زيدان تقول لك أنا بحضرك من تركيا، يسعد صباحك. تحكي لنا بتركيا بيعملوها ولا لا؟ شايفين الرز كيف مفلفل مش مخبص رغم اني حطيت كمية المكسرات ظاهرة؟ اذا انا هذا اللي بدي اياه، مش بدي وصفة والسلام، بدي اضمن نتيجة صح. الوصفة عشان عيالي تاكل. يلا صحة وهنا على قلبكم. رهف حياسات حاضر، ابعتي لي اليوم المسج على الانستغرام تبعي بشوفه، الانستغرام تبعي اسمه كاثي سلطان فراج. حاضر حاضر ولا يهمك. شادي بتحكي استنوا علي شوي بس 5 سنين بعد ما خلص توجيه بوقف جنبكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، وقفي جنبنا وين ما بدك كمان. طيب علا احكي شو بدك تحكي بالنهاية. نهاية الفقرة وعملنا أنا وياكم اليوم موس التوت المجمد تمام، مع اللي هو حطنا عليها الفواكه، ممكن تستبدليها بأي نوع من أنواع الحشوات، بالإضافة لصينية الملفوف بالفرن، وطبخناها مع بندورة هالمرة وبدون لحمة وبدون جاج، ولكن بطريقة كتير طيبة ورح تسعدكم. بدي أودعكم على أمل اللقاء بكم غدا، وغدا رح نعمل أشياء تليق بنهاية الأسبوع ويوم الخميس تحديدا إن شاء الله. استنى الجمعة هيك الجو لطيف. بالضبط رح نعملهم أشياء طيب تعجبهم. يعطيك العافية علا، يعني بهيك بكون وصلنا لآخر فقرات حلقتنا لليوم من يوم جديد. كالعادة بتمنى لكم هيك بقية نهار ممتع، ديروا بالكم على حالكم، كمامتكم، معقمكم، ما تنسوا تسجلوا على المنصة الخاصة بالمطاعم حتى نتخلص من هذا الوضع ومن هذه الجائحة. بترككم في أمان الله، ديروا بالكم على حالكم، حبوا بعضكم، الحياة قصيرة، خدوها على أقل هيك ضغط وأقل حزن. دائما بتمنى لكم الأمان والسلام والمحبة. إلى اللقاء.